يسأل ويقول: هل تخصيص يوم معين من الأسبوع لقيام الليل على افتراض أنه يوم الخميس باعتبار أنه قبل يوم الإجازة، هل يعد هذا من الابتداع؟ جزاكم الله خيرا. نعم، تخصيص يوم معين من أيام الأسبوع لقيام الليل هذا لا دليل عليه. المطلوب من المسلم أن يقوم من الليل متى تيسر له ذلك في أي ليلة من الليالي، وإن قام من كل ليلة بما تيسر فهذا أحسن، مواصلة العمل الصالح أحسن وأتم. وإذا كان له ظروف لا يتمكن فيها بعض الليالي من قيام الليل فإنه معذور، ولكن الأفضل أن يقضيه في النهار فيما بين ارتفاع الشمس إلى زوال الشمس، يقضي ما تركه من قيام الليل مع شفع الوتر فيه. فإذا كان يصلي 5 ركعات فإنه يصليها في النهار 6 ركعات، كل ركعتين بسلام، وهكذا. نعم.